دفعت لأسقط والرب عضدني. أنا مش نازل من المريخ ولا من الشمس ولا من القمر، أنا زيكم خارج من الطين من الأرض، جذوري تحت الأرض وساقي غارق في الطين، والجزء بتاعي والأوراق بتمتص المية من تحت من عند الطين ده، زيكم بالظبط، من تراب ورماد، من طين، من طبيعة مادية، من طبيعة جسدانية. ممكن ينتصر علي الجسد، ممكن تنتصر علي المادة، ولكن برضو أنتهي بالانتصار الأخير. إن كان ربنا قال لما بطرس سأله قال له كم مرة أغفر لأخي، خلي 7 مرات، قال له 7 مرات 70 مرة. إن كان ربنا طلب مننا إن إحنا نغفر في اليوم الواحد 7 مرات 70 مرة، ألا يغفر هو؟ يطلب مننا حاجة وما يعملهاش؟ ربنا ممكن يغفر، ممكن يغفر 7 مرات 70 مرة في اليوم. إن كنت للآثام راسبا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. أنا مهما سقطت أقوم، أنا مهما سقطت أقوم، بيقول كده النبي، لا تشمتي بي يا عدوتي فإني إن سقطت أقوم، دفعت لأسقط والرب عضدني. خلوا دايما عندكم فضيلة الرجاء، خلوا دايما الآمال متسعة أمامكم. قولوا لنفسكم ما هو داود سقط وربنا أقامه وجعله قديس عظيم، ما هو شمشون سقط وربنا أقامه وجعله قديس عظيم، ما هو سليمان سقط وربنا أقامه وقال إن أخطأ أؤدبه ولكن رحمتي لا أنزح منه. عشان كده داود بيقول إيه، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. أنا تراخيت في الخطية، أنا استسلمت للخطية وربنا تركني لغاية لما الخطية حطمتني تحطيم، وتعبت وسقطت مئات المرات وإلى الموت لم يسلمني، لم يسلمني إلى الهلاك الأبدي. أتاني في الهزيع الأخير من الليل، أتاني في الهزيع الأخير من الليل، والسفينة مضطربة والقلب يائس، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهك. وبعدين وسط اليأس ده جرى لك ايه؟ وسط اليأس ده كثيرون قاموا علي، كثيرون هم الذين يحزنونني يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهك. وبعد كده داود يقول له وأنت يا رب هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي. كلام واحد، جرب الحرب وجرب السقوط وجرب التعب ولكنه لم يسقط في اليأس أبدا. أنا عايزكم تبقوا بهذا الشكل، مهما سقطتم، مهما التهب العدو حولكم مثل نار في شوق، خلوا أملكم دائما موجودة، رجاءكم ثابت في الرب. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. انت مش هتتكل على بشريتك، هتتكل على ربنا،
لأن الرجاء بالرب خير من الرجاء بالبشر. لو أنا لي رجاء في الإرادة البشرية في عزيمة الشخصية في جهادي البشري في طبيعة الفاسدة مش هنفع، لكن الرجاء بالرب خير من الرجاء بالبشر، والاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء. أنا يا رب عارفك إنك مش ممكن تسيبني لوحدي مهما حصل. شوف يا أخوة شمشون الجبار دفع ليسقط وصقع وخلق شعره وفقد عينيه وفقد قوته ورامته وفقد وظيفته كقاضي وأصبح هزءا في أيدي الأعداء يلعبون به ويجرون به الطاحون كالحيوانات. وبعدين ألقي في السجن وفقد حريته، وأخيرا لم يتركه الرب، قال دفعت لأسقط والرب عضدني، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني، فباسم الرب انتقمت منهم، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهر والتهبوا كنار في شوق، وباسم الرب انتقمت منهم. مهما كان هناك رجاء، هناك رجاء ان الرب يتدخل وينتصر فينا. يا مناس سقطوا وقاموا، خد واحدة زي مريم القبطية. دي مريم القبطية كانت الخطية تجري في كل نقطة من نقط دمها، دمها الفاسد النجس، كانت الخطية ممتزجة بجسدها وبأعصابها وبدمائها وبأنسجتها وبفكرها وبقلبها، حتى في الأماكن المقدسة ذهبت وتخطو كتلة من خطية، كل من يمسها يخطئ، كتلة من نجاسة، كل من يمسها يتنجس. الخطايا أحاطت بها احتياطا واكتنختها، والشهوات التهبت في قلبها مثل نار في شوق. وبعدين مريم القبطية افتقدتها رحمة الله، والرب عضدني، وصارت سائحة من السواح القديسين، وأتى القديس الأنبا زوسيمة لكي يتبارك منها، وصارت عجبا في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ القديسين. لعل مريم القبطية كانت كلما تنظر إلى تاريخ حياتها تقول هذه العبارة: دفعت لأسقط والرب عضدني. واحد يقول لها: ما انت سقطت وشبعت سقوط. تقول: لا، ما أقصدش السقوط ده، ده أنا أقصد السقوط الكامل، أقصد الضياع، أقصد الهلاك، دفعت لأسقط. الشيطان حب يضيعني وأنا لم أضع، كنت في يمين الرب، يمين الرب التي صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. الذي في يمين الرب لا يمكن أن يخطف، لأن المسيح بيقول: لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. ده كلام يعطي رجاء للنفس مهما الإنسان سقط، مهما التهب فيه كنار في شوق. ده في إنسان يأتي عليه وقت يظن أن الخطية أصبحت جزءا من طبعه،
أصبحت جزءا من طبعه، جزء من طبيعته. وربنا يقول له لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، دي مش طبيعتك. طبيعتك الحقيقية إنك صورة الله ومثاله، طبيعتك الحقيقية إنك صورة الله ومثاله. هذا الشر شيء عارض، شيء دخيل عليك. أنا أراك نقيا كالثلج وأبيض من الثلج. داود لما راح لربنا وقال له انضح علي بزوفاك فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من الثلج، كان راح له ازاي؟ ذهب إليه في نجاسته، في خطيته، وهو ملوث، ملوث الجسد وملوث القلب وملوث الضمير، في نجاسة. قال له انضح علي بزوفاك فأطهر، أنا محتاج إنك تطهرني، طهر قلوبنا وأفكارنا وأجسادنا وأرواحنا، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أنا عارف إني أصبحت كتلة من نجاسة، أنا خجلان من نفسي، أنا بصرخ إليك وأقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. أنا أبلل في كل ليلة فراشي، في كل ليلة أبل فراشي بدموعي، ولكن أنا متأكد إنك هتغسلني، ولما تغسلني هبيض، ومش بس أبيض، ده أبيض أكثر من الثلج. تصوروا قطعة الفحم السوداء عندما تنظر في مرآة الرجاء وترى نفسها أبيض من الثلج. لا تنظر إلى مرآة الحقيقة الواقعة، إنما تنظر إلى مرآة الرجاء، إلى مرآة الرجاء، ترى نفسها في ضوء معونة الله، في ضوء تدخل الله، في ضوء يد الله التي تنتشل وتنقذ، ترى نفسها أبيض من الثلج. داود بيقول له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أنا ممكن يا رب في يوم من الأيام أبقى أبيض من الثلج، أنا واثق من كده. الأمر ده إن كان كتير على إرادتي مش كتير على رحمتك. أنت تستطيع، تستطيع تاخدني وتغسلني. أنا مش قادر أغسل نفسي، أنا مش قادر أغسل نفسي، أنا كل يوم أقوم من وحلة أقع في وحلة أكتر، لكن أنت يا رب اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. يعوزنا يا إخوتي أن تكون لنا الركعة المنسحقة أمام الله، يكون لنا القلب المنكسر أمام الله الذي يقول له يا رب أنا تعبان، أنا دفعت لأسقط، أنا قد أحاطوا بي احتياطا واختلفوني، أنا يا رب أفكاري وشهواتي ورغباتي التهبت في مثل نار في شوق، لكن أنت قادر أن تخلص كما خلصت بيلاجيا، كما خلصت مريم القبطية، كما خلصت أوغسطينوس، كما خلصت كثيرين. خلص أيضا يا الذي بارك في ذلك الزمان، الآن أيضا بارك. اعمل يا رب، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، اغسلني
فأبيض أكثر من السلك.